أهلا بكم. المنتخب الوطني الأولمبي يواصل تحضيراته تأهبا للمشاركة في أولمبياد باريس، على أن يشد رحاله اليوم صوب مدينة سانت إتيان لملاقاة الأرجنتين وأوكرانيا. المدرب الألماني جوزيف زيمباور يؤكد استمراره حاليا على رأس العارضة التقنية للرجاء الرياضي، ويتأسف لاعتقال الرئيس محمد بودريقة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقا بحق لاعبي المنتخب الإسباني الفارو موراتا ورودري بعد هتفاتهما أثناء الاحتفال بلقب كأس أمم أوروبا. الفرنسي أرتور فيلس يتأهل إلى نهائي بطولة هامبورغ المفتوحة للتنس عقب انتصاره على الأرجنتيني سيباستيان بايز. الإيطالي ماتشو بيريتيني يصعد إلى نهائي بطولة سويسرا المفتوحة للتنس بفضل انتصاره على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. السلوفيني تادي بوغاتشار يفوز بالمرحلة العشرين قبل الأخيرة من طواف فرنسا للدراجة الهوائية في كول دولاكويلول. ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري ينطلقان من خط المقدمة في سباق جائزة الفورمولا 1 الكبرى.